بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده جايبين لكم طريقه زراعه البطاطس في التربه الجاهزه او التربه الاصطناعيه. هنبتدي نشرح الشرح على طول عشان ما ناخدش وقت. مكونات التربه: عبوه فيرموكلايت اهو اللي هو بديل الرمل، عبوه بيتموس، عبوه باللايت، نص عبوه، ادي العبوه شكلها يا جماعه، نص عبوة كومبوست، عبوة صغيرة نترات كالسيوم، عبوة صغيرة كبريت، عبوة فوسفات احادي، ده احادي. هنبتدي نخلط المجموعه دي كلها مع بعض، نخلطها كلها مع بعض لغايه ما يديني الشكل دوت اللي هو قدامي ده. بعد كده هجيب دقنة البطاطس، ادي دقنة البطاطس اهي، نفخها في النص، نحطها كده، نغطيها خالص، وبعد كده اسقي. وما تنسوش تكتبوا التاريخ او تعرفوا تاريخ الزراعة، لان البطاطس بتقعد في الارض 120 يوم لغاية ما العرش بتاعها الفوقاني ده ينشف. فما تنسوش كتابة التاريخ على العلبة او على اي دون، يعني دون تاريخ تسجيل الزراعة من ساعة ما زرعت، تاخد 120 يوم. ودي كانت معانا طريقة انبات نبات البطاطس اللي هو بالشكل ده زي ما قدامكم كده، ده عمره 40 يوم، يعني كده المفروض فاضل له 80 يوم عشان يديني بطاطس. وشكرا.